رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات وفقرة جديدة معانا فيها جنى عطايا خبيرة علم الأرقام والأسماء والطاقة، واللي هنتكلم النهاردة عن توقعات مواليد شهر 8 وبرج الأسد، المكاسب اللي ممكن يحققها مواليد الشهر ده وإيه النجاحات اللي هيستمر فيها، وحاجات كتير جدا هنسمع أو هنسمعها عن مواليد شهر أغسطس. خليني أرحب الأول بضيفتي الجميلة جنى عطايا. جنى إزيك؟ منورة. أنت قلتيني من شوية كده منورة الدنيا. أنت أنا منورة جوه ومنورة بره، يعني بره نورتي جوه بقى. انا بس عايزه اوجه ساره، اللي ساره النهارده عيد ميلادها كان عدى من يومين، كل عام وانت بخير يا رب يجعله خير عليكي والايام اللي جايه تكون احسن، وفكي بقى كده يعني. انا نفسي الاحداث تخليني افك، انا زهقت من كتر ما انا بفك لوحدي. والله لا بس فكيتي ولا لا؟ صح. لا لما قلتي لي على السر فكيت بصراحه. الحمد لله والشكر لله. سر من اسرار ربنا، ويعني طبعا بصي اللي بيقولها عند ربنا اللي الحقيقة. بياخدها بطاقه ايجابيه على طول بتجيله، ولكن ناخدها بقى واقول لك يا عم ما انا مش عارف ايه، ما انا عملت قبل كده، اعرف ان ده مسدوده معايا لاني مش واثق في علم الطاقه، او مش واثق في ان كل حاجه وكل حرف وكل ليه ذر على جسمنا، كل حرف بنقول اللي ذر على جسمنا. طب والله انا اتسالت سؤال غريب جدا يا جانا. انا اتسالت، هو من حد علم الطاقه ده علم، هو علم الطاقه حرام؟ لا والله العظيم ثلاثة. لا انا اتسالت السؤال ده، فانا في قلت حاجات في انا يعني القرآن. انا جاوبت ببديهيه، عارفه يعني ايه، قلت ربنا سخر لنا حاجات وعلم في الحياه علشان نستفيد بيها، علوم تانية بتنكشف. على فكره فعله كل ما نبتدي نقدم على نهايه الزمان، انت عندك علوم لسه بتنكشف. الارض مش هتنتهي الا ما كل العلوم كلها اللي ربنا خلقها تنزل على الارض. عشان ما يبقاش ربنا ما بيأثرش معانا، بس عشان يبقى ايه، اداكي كل حاجه عشان تقدري تبقى عندك طاقه ايجابيه، وتاخدي من القران وتاخدي من كل حاجه الحاجه الحلوه عشان حياتنا تمشي. لكن في ناس بقى بتبقى مصدره لك الطرشه. انا العلم بالنسبه لي طالما علم يبقى ربنا سخره لي في الدنيا. انا عايزه اقول لك اللي بيقولوا على اني اخده في الحياه كوسيله، ليه لا طالما ربنا سخره لي في الدنيا. جانا انا في الاول عايزه اقول لك بقى مميزات ومواصفات برج الاسد في شهر اغسطس. انا مش هقول، انا بصي مش بعرف اقول مميزات والكلام ده كله، اكيد الناس قاريه عنه ويعني أكيد. يعني فحتت الموضوع ده قرايه. انا عايزه اتكلم عن الايجابيات على طول. خلاص ايجابياته عايزه ايجابياته يعني في الشهر ده الايجابي. ما انا هحكي اهو. بس الاول احنا عندنا يوم 11 اغسطس كسوف للشمس، وده عامل حاله توتر شويه نوعا ما. عايزه اقول ان الخسوف والكسوف اللي مرينا بيهم من شهر او اسبوعين ده، مع ونجف ذو القعده، معناه ان في كنوز هتتكشف. ايوه لمصر ان شاء الله. تقريبا في كل الحلقات دايما اقول ان كنوز مصر لم تكتشف بعد، كل ما بقول كده كل ما في حاجات بتكتشف. اللهم لك الحمد. فاحنا دايما اقول الطاقه دي عشان تنتشر بسرعه والخير يجي لمصر بسرعه، وانا عايزه انا هيبقى عندي كنز ذهب كبير ان شاء الله. ان شاء الله. أيوة. نتشارك بقى. والله ولا اعرفك. انا على فكره يا جماعه عايزه اقول لكم سر بقى من اسرار جنى. جنى جميله جدا. اول ما نيجي بقى عند الحاجه اللي فيها اللي شير، لا ما اعرفكيش كلنا كده يا جنى. لا يا روحي. لا ولا اقول لك انا عايزه حاجه ليا لوحدي، انا كمان انا ليا شير يعني. بصي انت يعني يكفيكي فخره ان انت من الابراج الناريه، والابراج الناريه يعني معظم الانبياء كانوا ارقامهم في علم الارقام هم من الارقام الناريه. فهماني؟ او الابراج الناريه لما بنحسبها لها حسبه في الفلك او كذا، فكل الانبياء تقريبا من الابراج الناريه. طيب قولي لي بقى، وكل الرؤساء برضه على فكره بتوع دول العالم معظمهم التواريخ ملياش دعوه بتاريخ الميلاد اللي اتولد، في اسم الام او تاريخ الميلاد الهجره او الكلام ده، فبيطلع معايا ناري، لازم يكون اساسي بيكون ناري على فكره. مش مع انه فعليا انه في رؤساء بالبلدان كتيره جدا من الابراج الناريه، وانت هتبقي رئيسه قريب، رشحي نفسك بقى يلا، واحنا نفسنا والله تبقى في سيده يعني بعد عمر طويل ان شاء الله. عايزه اقول لك حاجه، انه هل برج الاسد بقى محظوظ ولا لا؟ لانه احنا برج الاسد والابراج الناريه حالنا بقاله فتره وحش. بس احنا عندنا اولا 2018 اللي احنا فيها دي 8-1 بيجمع ايه 9 على 2 اللي هي 2000 بيديني رقم 11. وانا ما كنتش عايزه اقول في توقعاتي في اول العام عشان مش عايزه الناس تاخد طاقه سلبيه، لكن هي جت برقم 11. انت شفتي كم الاحداث اللي تخليكي طول الوقت ستريس وعصبيه ومش متظبطه، ويمكن
اكتر عام شفت فيها فقدان لناس حبايب موت كتير. من كل اسره تقريبا فيها حاله موت او فقدان لحبيب او كان في حاله وفيات كتير قوي. صحيح عشان بيحمل رقم 11. رقم 11 ده ابن لذينه. ده ايه بقى؟ ده شهر بقى الشهر ده ولا ايه؟ احنا عايزه اقول بس احنا بسرعه كده بالنسبه للزهره. كوكب الزهره داخل على الميزان، والميزان ده بيدينا حاجه اسمها حاله استقرار نفسي ومساحه حلوه بين التفاهم بين الناس وبعضها. هي فترة صغيرة، أنا لسه بقى هقول الكلام التاني. وعايزة أقول إن في سياحة كتيرة جدا الفترة الجاية لما كوكب الزهرة أو فينوس بيدخل على كوكب هوائي، معناه إن في حركة في السياحة كتيرة. حلو قوي، خلينا نقف عند السياحة لأنها فعلا حاجة مهمة جدا، لأنه هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية عند نقطة النشاط والسياحة والجمال والحلاوة كلها لمصر. ليه هنطلع فاصل؟ هنروح فاصل عشان عندنا عناوين الأشوار، عناوين الأخبار، ونرجع مرة تانية. يلا بينا نروح فاصل صغير جدا ونرجع مرة تانية لجان عطايا. رجعنا لكم مرة تانية وجانا عطايا خبيرة الفلك والأرقام والطاقة. بنرجع لك مرة تانية يا جانا، وعايز أعرف مواقع الكواكب فين، اللي هي ليه أهمية كبيرة جدا على تأثيرها على الأبراج والأرقام وكل حاجة. سؤال حلو قوي. عايز أقول إن الزهرة هينتقل للميزان، ودي حاجة حلوة قوي، هيبقى في انسجام وعدل الفترة الجاية ماشي بين الناس. وزي ما قلت يعني السياحة هيبقى فيها تنشيط على مصر الفترة اللي جاية، في مودة وانفراجات على بعض، يعني المفروض علينا كلنا، بس النية طبعا الصلاحة بتفتح الانفراجات. حلوة. ما بقاش عندي حالة مشاكل وعمل أصدر للناس حاجات مش كويسة. عايز أقول لحد من هنا اسمه محمد برج الثور، بيقول لي برج الثور أخباره إيه؟ عايز أقول لك أورانوس داخل عليك هيروقك يا محمد، هيعمل لك مشاكل أو من أي مشكلة. أيوة مش لازم أقوله. لا خليكي صريحة على فكرة. أيوة صراحتك يعني دي حلوة مشاكل، عشان الواحد بس ما يخش. أنا قد المشاكل هتتروق يا محمد. أورانوس لما بيعمل تراجع على برج الثور بيعمل مشاكل عندنا حتى لو عملت مشكله قد كده ما بتتقفلش مشكله على حل، بتتقفل مشكله على مشكله. فاحنا لازم نهدى وما نعملش مشاكل مع بعض، نمشي عديه. يعني حد خبط حد في الشارع من اقل سبب انت مش هتروح الاسم هو الاسم وهتبهدله الدنيا. فيعني سامح، يعني خلي الفتره دي لما اورانوس بيتراجع في برج ترابي بتبقى المشكله شويه عويصه. وعايزه اقول ان احنا في يعني في امور هتتحل لبعض الناس الفتره اللي جايه، وزي ما قلت ان شاء الله هنسمع اخبار حلوه عن كنوزها هتتفتح او باب رزق لمصر يا رب بحق جهنمك محمد تمه على خير. وعايزه اقول ان الشمس في الاسد مع دخول الشمس لبرج العذراء، طبعا الشهر الجاي المفروض نتكلم عنه هنقول ايه اللي هيحصل. عايزه اقول بلوتو ده كوكب، سامحوني والله العظيم بجد، اسمه كوكب الدمار والأسرار. يعني ممكن مش لازم يكون عندنا، بس هو بيبقى محوط على العالم كله، حتى الكواكب هي كل يوم في شأن احنا كمان. بس احنا المفروض نستفيد ان احنا ما نعملش مشاكل مواجهات مع بعض طول الوقت، لان الكوكب ده مش عايزه اقول لما بيبقى موجود يعني هو عنده حاله تام. هو قريب ولا بعيد ولا جلال. فين احنا كل يوم هتبقى يعني عارفه هيبعد ويقرب ويبعد ويقرب بالظبط كده، مش هتبقى يعني وبعدين دايما بيرمز يعني كتير بنسمع ان احنا بنشتكي طول الوقت، فانت اعكس الطاقه بتاعت البلوتو وما تشتكيش. ايه بقى؟ وخليك بني ما اشتكيش، ما نعوش نشتكي. شوفي احنا اول ما تقابلنا انا وانت قعدنا نتكلم ومش عارفه كل اللي داخل واللي خارج بيعمل ايه؟ بيشتكي. فهو ده كوكب الشكوى اللي الاسرار، يعني في اسرار زوجيه وفي اسرار كل حاجه بتتقال، يعني حتى ما تقدريش نوصل لا خالص. فهو على طول تلاقيه فاضح كده. فهو بلوتو ده لازم احنا ما نعملش مشاكل ونقعد نحكي عن سلبياتنا والكلام ده كله. عايزه اقول هنتكلم عن، قولي عايزه تساليني في حاجه. لا انا معاكي، انا عايزه اكمل بقيه مواقع الكواكب لان هي مهمه جدا، لان بتاثر تاثير كبير على الارض. يوم 29 ودايما بحذر، يوم 29 ده حاجه اسمها ساعات عقيمه، يوم 29/8 و30/8. يعني اللي عايز يحجز لسفر او لجواز او ارتباط يعني مش هينور خير. 29/8 وكام؟ 29 و30
29 38 8. 30 8، بص يا ساره، هيجمع معايا رقم 11 اللي هي الثلاثة، لو سقطنا الصفر على 8 هيديني 11. و29 اجباري 9 و2، ها دول يومين في الشهر مش لطاف. لا احنا جايين، هم اللي جايين. ايوه مش حلوين يعني. الدنيا مش هتبقى متظبطه يعني. طيب. لو حد عايز اقول لبرج القوس كله، معلش هو مش فترته، بس عايز اقول ان السفر اسوأ ما يكون ليك الفتره الجايه، ما تسافرش، اقعد كده الفتره اللي جايه في كده إيه؟ ما في شهر ايه؟ زحم نفسك. القوس برج القوس شهر 12. اكيد في اقوس كتير قاعدين يعني متمرمطين الفتره دي. ماشي، عايزه هتكلم عن اسمين، اسم اسماء. عايزه اقول اسم اسماء. في اسماء بي عندها طاقه يا جانا، في اسماء عندها طاقه، ليها طاقه بتاثر كده في اللي حواليها والناس. طبعا في اسم يديكي طاقه ايجابيه، ماشي، وفي اسم يديكي طاقه طول ما انت قاعده كده حاسه ان في هم بعد الشر عليكي وعليكوا طبعا. بيبقى لا هم انت كده بتشر عليهم، معلش انا بس برضو يعني يا حبايبي لازم اطمن عليهم. في اسماء طبعا بتديكي طاقه ايجابيه، ودايما بتحسي بان هي الروح حلوه، متسامحه، متفائله. وفي ناس بتدخل عليكي باسماء يعني مش عايزه اقول الاسماء ايه هي، طبعا هي معروفه بتبقى يعني. طب تصدقي انا ما اعرفهاش. لا ما انا ما اقدرش اقول، مش عايزه اكيد. هقول لك بقى، هبقى اعرفها منك بعدين يعني. ممكن احكي بس لك بعدين. انت قولي لي ايه بقى الاسماء. عايزه اقول اسم اسماء، اسم اسماء هو اسم عربي، فهماني؟ دايما بتحسي ان اسم اسماء في البيت هي الام، الاخت الاكبر حتى لو هي اصغر، الاخت الاكبر هي عندها حاله عاطفه وحاجه من الاسماء الحلوه في القلب، لكن طاقه اسماء مش حلوه. معلش بص شوفي ايه وايه يعني. القلب بيبقى حلو الكلام ده كله، وعاطفيه جدا، ودايما تلاقيها يعني من الاطهار، نفس النفس طهره، لكن طاقتها ما بتبقاش حلوه في الحياه العاطفيه، فهماني؟ والاسوأ مع الشريك يعني، حياتها مع الأسوأ مع الشريك يعني. أسماء ممكن تمر يعني، كانت في حد من الصحابة زمان يعني، حد من معلمة يعني من الصحابة يعني، كل عام كان عندها جواز وارتباط ويفشل أو يحصل حاجة زي كده مش كويسة، رغم إن هي كانت صاحبة اسم أو عيلة أو بيت يعني. أيوة. فهماني؟ هنتكلم. ودايما بتمر بحياة عاطفية كتير قاسية ايا كانت بقى، بفراق الزوج او بالطلاق. وسيف ذو حدين يعني، بتاخد سلطه لان بيبقى لها اسم مسموح. يعني عندها جزء من حياتها منور والجزء الثاني مضلم. يعني عايزه اقول اسم نور مذكر ومؤنث. اسم نور مذكر للي هتولد الفتره الجايه، اسم نور حلو قوي جدا. اللي سمي نور، اللي هيسمي نور الله يعني. بيبقى اسم حلو يعني عموما في كل الحالات يعني، في كل السنين، في كل حاجه. اديني فرصه يا ساره. طب انا بسالك عشان برضو انت بتقولي المعلومات كلها مره واحده بس. انا بسالك عشان الناس تبقى معايا، عشان مؤنث ومذكر. انا جبت اسم يحمل مؤنث ومذكر. اسم نور احسن في الذكور يعني، الراجل اللي ذكر في اسم نور احلى، لان دايما بياخد تصرفاته بتكون صحيحه، قراراته بتبقى حلوه جدا، ودايما بيحمل سفر، صاحب قلب حنون يعني، عنده حنيه وود والكلام ده كله. اما اسم نور البنت دايما بتبقى شخصيتها مهزوزه او ضعيفه، او زي ما بيقول لك ايه، على طول ما عندهاش ثقه والقناعه عندها قليله. فلو عندك بنت اسمها نور لازم تحفزها من دلوقتي. يعني ايه قناعه؟ يعني اكون عندي ثقه بنفسي، يعني اكون داريه باللي حواليا، لان طبعا القناعه دي لو البنت مش عندها قناعه انت فاهمه. كنز بقى القناعه، كنز لا يفنى. هي ما عندهاش قناعه. ما انا بقول لك القناعه كده، فهي يعني. فهي لازم يعلموها يعني ايه يعني. لو ادوها مثلا اي حاجه، لان دايما بتستصغر اللي في ايديها، حتى لو بيبي صغير اديتها مثلا شوكليت بتبص على ايدين، وده حسب التربيه. لو ابتدينا نعلم صح اسم ماشي. نور هيبقى كويس جدا حلو. معاها حلو قوي قوي قوي. اوكي، عايزه اقول في اسماء تانية غير اسماء ونور. واذا اتجوزت وهي صغيره فوق يعني 18 20 بتطلق، لازم تاخد ال 25 او 27 سنه عشان تفتح جواز وما يبقاش فيه فشل. والله اعلم يعني. احنا النهارده بنحاول نجيب لكم كل حاجه، علم الطاقه، علم الاسماء، علم الفلك. فالاسمين دول يعني ايه، دول اللي حبينا اخترنا لكم النهارده ان هم فيهم ايه طاقه. بس قولي لي بقى يا جانا، بالنسبه للاسد اللي في شهر اغسطس، الاسد الحال معاه وحش جدا، اوكي، والدنيا مظلمه معاه، اللي عنده شغل سابه، اللي عنده فلوس قلت، اللي تقدري تطمني برج الاسد وتقولي له حاجه، ولا الحال هيفضل كده؟ بص، هو برج الاسد احنا لما بيكون الخسوف يمكن تقريبا كتر يعني الاسود الفتره اللي عدت كانوا تقريبا في المستشفيات، يا تعبان صحيا يا عاملين مشاكل. المهم ان هو عنده مشكله ماشيه معاه ايا كانت بقى، ممكن تبقى صحيه، ممكن تكون ايا كانت انفصال، ممكن مشاكل زوجيه، ايا كانت
ايا كانت بتيجي على حد المشكله اللي انت عايشه فيها بالنسبه أيوة. للاسد طبعا يا عيني الدلو برده عنده يعني مواجهاته كتيره جدا الفتره عنده مشاكل بتفتح معاه وعايزه اقول برده باختصار شديد برج الجدي احنا عندنا زحل هيتراجع في برج الجدي يعني ابراج الجدي برده هيتروقوا برده نفس وضع محمد زحل بتاعهم المفروض هو بيديهم بوش او بيديهم دفعات لقدام بس هو جاي في حاله تراجع وحاله التراجع ده يعني هو زحل ده انا بخاف منه يعني ما برتاحلوش زحل ما برتاحلوش بكرهه ده هو يعني من هو اسمه كوكب النحس على فكره هو زحل بقى. اسمه كوكب النحس عشان كده لما بيدخل على ابراج ما بيكونش حلو خالص الفتره اللي هو بيدخل يعني فيها يعني هو كوكب يعني هو بس هو دايما بيفقد يعني كل حاجه حلوه في حياتك ربنا يعافينا كلنا يعني خليكي تفقدي يعني يا ساتر يا رب فهو زحل ده ابعد يا زحل يلا باي باي الله الله طب قولي لي بس برج الاسد اللي من شهر اغسطس تطمنيهم تقول لهم الفتره القادمه في حياتهم حلوه ولا وحشه ما انا لا هو ما انا مش عايزه اقول ما هو يعني هو مر باسبوع لا باس به او مثلا من يوم 22/8 هو الدنيا عنده ما كانتش مظبطه هيبتدي يروق شويه الفتره اللي جايه ممكن على 20 لا ممكن يبقى أقل يعني ممكن يبقى على 17 مثلا الدنيا هتبتدي تروق معاه هو ابتدى يتنفس دلوقتي فاهمة كان الأسبوعين اللي فات زي ما قلت المستشفيات كانت كلها مواليد برج الأسد تعبان عايزة نقول إيه تاني برج زي ما قلت التراجع في برج الجدي مش متزبط لا نفسيا ولا داخليا ولا بتاع وكأن أمر إتمام أمر عنده الحاجة لسيئة بس لسه بتكتمل طيب خلينا اديكي مع رجوع زحل ليه هتكمل يا رب ما تكملش عندنا 2/8/77 1977 عايزه اسماء هشام 2/8/1977 2/8/77 عايزه اقول هشام الفتره اللي عدت خلاص احنا مرينا ايه ده 73 سوري 73 3 ادي 9 يا هشام انا عايزاك تروق الفتره الجايه يعني هو عصبي الفتره الجايه متوجهه ليه عصبيه غير عاديه لو عملت مشكله حتى لو قد حبايه الرز كده هتكبر معاك يا هشام لم المواضيع ممكن تجيلك من لا شيء يعني مش ممكن تكون عندك مشكله وتقول هتكبر ده ممكن تجيلك من الخارج كمان يا هشام خد بالك الارقام فيها ترويق شويه يعني الفتره الجايه هتبقى في ترويق او في تحسن من مدخول مادي في حاجه حلوه جايه ليك يا هشام وهشام اسم هشام دايما بيكون عصبي جدا بما ان بنتكلم عن علم الاسماء دايما هشام الرمز بتاعه الاول العصبيه يا عصبيه باينه يا عصبيه داخليه ولما بتبقى داخليه ما بتبينهاش لحد اكيد بيتعب صحيا على طول فلازم يعني شرشح للناس يا هشام ايه ده يشرشح للناس يا هشام يعني تنصحي ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون افضل اروق احسن ان شاء الله يا جنى يا عطايا يا جنى يا عطايا إيه؟ هتوحشينا انتوا هتمشوا انا مش هروح انا بشكرك يا جنى على وجودك معانا النهارده بتيجي تنورينا الحقيقه حبيبه قلبي وهشوفك ان شاء الله قريب كده يا رب ساره يا رب ساره يا حبيبتي بجد انت بتوحشينا قريب بتملي المكان بهجه بقى بعيدا عن علم الارقام والاسماء والطاقه والحاجات دي 5 جنيه في العربيه معاكي انت 5 جنيه ليا انا جبت لك ورده ب 5 جنيه هاخدها دلوقتي طب انا هخرج معاكي هاخدها انا بصي انا اصلي كان معانا ورد النهارده وكانت فقره رائعه شروق كانت عامله فقره وماليه اديتها لنا ورد كانت حلوه قوي لا اديتها لك هنطلع نشوفها معاها دلوقتي ماشي يا روح مشاهدينا كان معانا جنى عطايا خبيره الفلك والارقام والطاقه علم الارقام وعلم الطاقه اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا النهارده مواليد برج الاسد ان شاء الله الدنيا تظبط معاكم بس مش دلوقتي يتريصوا شويه كده ان شاء الله هتظبط ولكن في معلومات ثانيه عايزه اقولها بس وحياه ربنا يعني لا استني هنا عندك عندك انت رايحه فين انا بختم يلا بينا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه لسه كلام البنات ما بيخلصش ونروح معنا لمين عن سنه اولى جواز هنتكلم بعد الفاصل على طول